في الديوانية تظاهر المئات وسط المدينة احتجاجا على سوء الخدمات وللمطالبة بمحاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين. وهجم المتظاهرون إيران وتدخلاتها في الشأن العراقي، كما هجموا الأحزاب السياسية واتهموها بسرقة أموال الشعب وقتله واستغلاله، كما طالبوا بالتعيينات والخدمات ولا سيما الكهرباء والماء، ومنعت القوات الأمنية المتظاهرين من الوصول إلى مقر حركة بدر في الديوانية بالقوة. كما رفض المتظاهرون التفاوض مع العبادي مطالبين إياه بالحضور إلى المحافظة للاطلاع على واقعها المتردي. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم خرجت الظاهرات الديوانيه بكل اطيافها، ثلاثه ونواحيها، شبابها وشيلها، ترفض رفض قاطع اي مؤتمر بدون علم الديوانيه او شبابها او تنسيقاتها. شيوخ العشائر اللي خذتنا تظاهراتنا من 2011 لحد الان ما تمثل الديوانيه، لذلك اليوم احنا نرفض رفضا قاطعا اي وفد يمثل الديوانيه بدون علم اهل الديوانيه. مطلبنا الاول والاخير زياره العبادي للديوانيه والاطلاع على مشاكل الديوانيه وعلى نفس الخدمات. اسوه المحافظه الباقيه نطالب حضورها لهذه المدينه. خرج اهالي الديوانيه اليوم والاعداد جاي تزايد يوم بعد يوم ومظاهراتنا مستمره. الحين تنفيذ مطالبنا الصحيحه مو مطالب ترقيعيه. سمعنا بالآونة الأخيرة بأنه أكو وفد يريد يروح من الديوانية لمقابلة السيد العبادي، احنا رافضين هذا الوفد، وأي وفد ما يمثل المتظاهرين، لا شيخ عشيرة ولا مواطن عادي، اللي يمثلون المتظاهرين الناس اللي قاعدة بالساحة هنا. فإذا كان رئيس الوزراء مجد بعمله وفعلا يريد يقدم خدمات، خليه يجي يزور الديوانية ويسمع أهلها ويسمع طلباتها، واحنا مستمرين بتظاهراتنا السلمية الحين تحقيق مطالبنا الصحيحة مو مطالب ترقيعية.